نتحدث الليلة عن آخر أخبار المنتخب الوطني، التحضيرات للمواجهة القادمة أمام منتخب طاجكستان. كابتن أشرف، مواجهة صعبة للمنتخب الوطني، وعندنا ما فيه صعب، لكن كرة القدم دائما وأبدا عنصر المفاجأة يكون حاضر في مثل هكذا مواجهات، وخصوصا مع منتخبنا الوطني. بالتأكيد يا كابتن ليث، يعني هي مواجهة مش راح تكون سهلة على الفريقين، خصوصا ان احنا مواجهة راح تكون صعبة. احنا راح نقع في ضغط اكبر من المنتخب التاجيكي، بكونه انه احنا للمرة الثالثة بنوصل دور الثمانية، كونه انه احنا ادينا في الادوار المجموعات وفي الدور ال 16 مباريات كبيرة، وادينا مباريات قوية، ولعبنا مع منافسين كانوا متوقع انهم مرشحين ياخذوا كاس اسيا، فاحنا كنا في تصاعدي وكنا بنادي مباريات كبيره ومباريات قويه، على عكس المنتخب التاجيكي اللي اول مره بشارك في تاريخه في بطوله اسيا، وما كان يطمح اصلا انه يصل لادوار متقدمه، ولاقى حاله في دور الثمانيه الان مع المنتخب الاردني، فالان كل الضغوطات راح تكون على منتخبنا انه لازم يتخطى هذا الدور ولازم يعمل انجاز تاريخي ووصوله نصف النهائي، على عكس زي ما حكيت لك المنتخب التاجيكي اللي اول مره بشارك ووصل لدور ثمانية ويعد إنجاز تاريخي له. نعم كابتن، هل وصول منتخب طاجكستان إلى هذا الدور يعني الطريق كان أسهل؟ هو كان في مواجهة أمام المنتخب الإماراتي، استطاع أن يتجاوز هذه المرحلة ودور المجموعات، ولا اليوم نشوف المنتخب متطور ومنتخب في مشاركة أولى له باعتبرها فرصة تاريخية لأنه يحقق إنجاز، لأن هاي كلها بتعطي دوافع الفوز للفريق المنافس للمنتخب. طبيعي طبيعي، احنا لو بنيجي نشوف مسار المنتخبين، منتخبنا الوطني او المنتخب التاجيكي، بنشوف انه مسار منتخبنا كان هو الاصعب في سواء في دور المجموعات او في الدور الثاني. احنا في دور المجموعات لقينا منتخب مرشح قوي جدا اللي هو منتخب كوريا الجنوبيه، ثم لعبنا مع البحرين ولعبنا مع ماليزيا، على عكس المنتخب التاجيكي اللي في دور المجموعات لعب مع لبنان، لعب مع الصين، ولعب مع قطر، يمكن هم قطر الفريق الوحيد اللي لقاه بالقوه هاي. في الدور الثاني احنا لعبنا مع فريق قوي جدا جدا واستطعنا انه نهزمه، وكان كل المحللين وكل الناقدين يتوقعوا انه المنتخب العراقي هو اللي يصل نهائي كاس اسيا او مرشح من اقوى المرشحين. نعم. في ظفر بالكاس خصوصا بعد فوزه على ليبيا، لكن الحمد لله احنا النشامه واحنا تعودنا كيف المباريات الصعبه مبين وكيف نقلب الموازين دائما. نعم. وكيف انه المعدن الاصيل دائما يبين. المنتخب التاجيكي في المباراة الماضية لعب مع المنتخب الإماراتي وكانت مباراة سيم سيم، يعني 50-50، كانوا الفريقين على مستوى واحد مع أفضلية للمنتخب الإماراتي بعض الأحيان، لكن المباراة تمددت ووصلت لركلات الترجيح واستطاع أنه المنتخب التاجيكي يفوز فيها. فإذا نيجي نحكي المسارات كيف وصلنا لهذه الأدوار، أكيد إحنا كان مسارنا أصعب ولعبنا مباريات أقوى. نعم، نذهب إلى ضيفنا في العاصمة القطرية الدوحة في هذه الحلقة، الكابتن والنجم السوري الكابتن رضوان الشيخ حسن. كابتن رضوان يسعد مساك، نتحدث عن مواجهة منتخبنا الوطني الأردني أمام منتخب طاجكستان، كيف تقرأ هذه المواجهة قبل البداية على ضوء المعطيات وعلى ضوء المواجهات في دور المجموعات لكل من المنتخبين وأيضا في الدور ثمن النهائي؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بحب أن أهني الشعب الأردني ملكا وحكومة وشعبا على الفوز الكبير اللي حققوه أمام العراق، وهذا الفوز طبعا ما أجا نتيجة، يعني أجا نتيجة إصرار وعزيمة من اللاعبين المنتخب الأردني اللي كانوا أبطال داخل أرض الملعب وحققوا فوز صعب وصعب جدا على الفريق العراقي اللي حقق فوز على المنتخب الياباني المرشح الأول لكأس آسيا. طبعا بالنسبة لمباراة الأردن مع طاجكستان، مباراة راح تكون كبيرة أكيد، يعني بالنسبة لمنتخب الأردن اليوم منتخب الأردن صار رقم صعب في آسيا، قدم أداء كبير ولافت، يملك العديد من النجوم، إن كان موسى التعمري اللي عم يلعب بمونبلييه الفرنسي، أيضا يزن عماد اللي عم يلعب الأهلي القطري، محمود مرضي، مجموعة كبيرة متجانسة من اللاعبين يقودهم مدرب خبير حسين عموتة اللي استطاع أن يولف توليفة رائعة جدا وقدم أداء يعني يشكر عليه، جهود كبيرة كان في المباراة، حققوا الفوز على فريق كان مرشح لا يصل للنهائي كأس أمم آسيا. نعم، ابقى معي كابتن رضوان، الحديث مطول في هذه الحلقة. عود ضيفي في هذا الاستوديو الكابتن أشرف شتات، تحدثت عن الطريق لهذا الدور لكلا المنتخبين، نتحدث عن الأسلوب، هل تتوقع أن منتخبنا الوطني يخوض هذه المواجهة ويبدأ بنفس التشكيل وبنفس الأسلوب الذي خضنا فيه المواجهات السابقة، أم أن هذه المواجهة لها معطيات خاصة؟
وعلى ضوء هذه المعطيات سنبدأ هذه المعطيات. لا بالتأكيد يعني أنا أتوقع أنه المنتخبنا راح يتبع نفس الأسلوب، نفس طريقة اللعب 3-4-3، نفس الأسلوب في اللعب اللي هو الضغط في وسط الملعب، واللعب كرات خلف، اللعب الكرات الطويلة خلف المدافعين، والاعتماد على الثلاث لاعبين الأماميين اللي هم يزن نعمات وعلي علوان و موسى التعمري، لأنه ما يمتازوا من سرعة. وهو أصلا المدرب صرح، يعني مدرب حسين عموتة صرح في آخر تصريحاته أنه أنا بعتمد عندي لاعبين مميزين في الخط الأمامي، ثلاث لاعبين مميزين اللي هم يزن وعلي وموسى. فأتوقع أنه راح يتبع نفس الأسلوب، خصوصا أنه أسلوبه ناجح في جميع المباريات. لو ننسى مباراة البحرين أنه صار فيها كانت لها حسابات خاصة، منتخبنا نجح في جميع المباريات وفرض أسلوبه على جميع المنتخبات اللي لعب معهم، فما أتوقع منه أنه يغير أسلوبه. نعم. أعود للضيف كابتن. كابتن رضوان، إذا بنتحدث اليوم وأنت في العاصمة القطرية الدوحة وعصرت المدير الفني لمنتخبنا الوطني الكابتن حسين عموتة، حدثنا أكثر عن الكابتن حسين عموتة في هذا الجانب التدريبي والجانب الفني، وحسب خبرتك وحسب العلاقة والمتابعة مع الكابتن حسين، وين بتشوف بتميز الكابتن حسين عموتة في فكره الكروي والتدريبي؟ أكيد كابتن ليس، بالنسبة لحسين عموتة مدرب كبير، مدرب قاد السد للعديد من البطولات في قطر، وأيضا قاد اللاعبين المحليين منتخب المغرب وحقق معه الكأس أفريقيا. إذن مدرب متمرس، مدرب لديه خبرة، مدرب كان لاعب ممتاز سابقا، يستطيع أن يولف مجموعة موهوبة تستطيع أن تحقق الفوز، وهذا ما شاهدناه نحن بالنسبة لمنتخب الأردن أمام العراق. منتخب كبير، منتخب سيكون رقم صعب أمام التاجيك، وهذه فرصة كبيرة بالنسبة لمنتخب الأردن أنه يحقق الفوز. ولكن حذاري بالنسبة للمنتخب التاجيكي، المنتخب التاجيكي يملك السرعة والاندفاع، فعلى منتخب اللاعبين الأردن يجب أن يلعبوا بحذر وأن يكونوا أن يستغلوا أي فرصة تتاح أمام المنتخب التاجيكي، لأن المنتخب التاجيكي دائما عنده العودة سريعة، يلعب بقوة، يلعب باندفاع، يلعب بحماس شديد، فهذا لازم يستغله المنتخب الأردني، وأيضا يلعب بأعصاب هادية ويستطيع أن يسجل باكرا حتى يريح الأعصاب ويلعب بأسلوب جميل وأسلوب، وخاصة أنه المنتخب الأردني يملك الهجوم المرتد السريع اللي بيقوده التعمري ويزن نعمات، وأيضا بالخلف علي علوان. طبعا هذا بيشكل خطورة دائما على المنتخب التاجيكي، ويستطيع أن يسجل هدف بأي وقت من زمن المباراة. نعم كابتن رضوان، عود ضيفي في الاستوديو كابتن أشرف، وأسألك في هذا الجانب والاختلاف الكبير ما قبل البطولة وما بعد البطولة في النتائج، يعني ذهبنا بسلسلة خسارات في المواجهات الودية، والآن في المواجهات الرسمية منتخبنا يحقق انتصارات وانتصارات للتاريخ، يعني بالتأكيد وتحسب يعني للجهاز الفني في هذا الجانب. سؤال ممتاز كابتن ليث، يعني هو بالتأكيد أكيد الجمهور الأردني الآن وكل اللي بيحكوا في الرياضة بيسألوا شو اللي حصل مع منتخبنا الوطني وكيف أنه اختلف أداء واختلف نتائجه عن المباريات الودية وكيف كانت نتائج سلبية. خلينا نحكي أنه هاي في هناك متغيرين حصلت مع المنتخب، مع يعني بوجهة نظري أنه أصبح هناك متغيرين، متغير من الناحية النفسية والذهنية المتغير الأول، والمتغير الثاني من الناحية الفنية. إذا بدنا نيجي نحكي المتغير اللي هو من الناحية الفنية، إنه هو أصبح جميع اللاعبين الآن على فهم وإدراك عالي لما يطلبوا منه، لما يطلبوه منه المدرب حسين عموتة من واجبات دفاعية وواجبات هجومية وخططية من خلال المباراة الودية. فأصبحوا عندهم إدراك وعندهم فهم لطريقة اللعب، وأصبح عندهم إدراك والخطة الموضوعة، وهذا كله أجى من خلال نتائج في المباراة الودية. أما المتغير الثاني اللي هو من الناحية النفسية، ونبدأ في النقطة الأولى اللي هي من الناحية النفسية والذهنية. احنا اليوم شايفين منتخبنا بتمتع في قوة ذهنية عالية في المباريات، ليش؟ إذا منين نيجي نحكي ليش اختلف من الناحية النفسية؟ أول شيء أهمية الحدث وطبيعة الحدث. إذا نيجي نحكي اليوم عن كأس آسيا، أنت بتحكي عن كأس آسيا هو أهم حدث على مستوى كرة القدم في قارة آسيا، فأكيد اللاعبين كلهم يا كابتن يعني جايين وعارفين شو أهمية الحدث، وجايين وعارفين إنه شو إحنا على إيش مقبلين، على المنافسين مقبلين معهم، على المنافسات المقبلين عليها. ثانيا البطولات المجمعة، البطولات المجمعة إحنا دائما ما بتظهر منتخباتنا فيها جميعها بشكل عام في صورة جيدة وحسنة، فهي ميز دائما إيجابي إنا. والثالثة والنقطة الثالثة اللي هي من الناحية النفسية اللي هي عملية إثبات الذات، كانت إحنا شفنا إنه لاعبيننا جميعهم لديهم
ثقة وإصرار ورغبة في إثبات ذاتهم للجميع، وإثبات إنه إحنا لاعبين على قدر المسؤولية، وإثبات إنه إحنا ما كانت النتائج السلبية إلا سوء طالع، وإحنا الآن راح نثبت حالنا قدام الناس وقدام المنظومة الكروية كاملة وقدام الجماهير. فالحمد لله استطاع منتخبنا إنه يظهر بالشكل المطلوب والصورة المطلوبة أمام الجماهير، وما زال لسه الطريق قدامنا إن شاء الله. إحنا ما بدنا نحكي إنه وقفنا لهون، لا لسه الطريق قدامنا. أنا شايف المنتخب بإذن الله رايح لبعيد في البطولة، وشايف إنه بإذن الله رح نوصل نهائي، وممكن بإذن الله نحقق اللقب يا رب إن شاء الله يا رب. كابتن رضوان من جديد العاصمة القطرية لدوحة. كابتن رضوان، أيوة كابتن، المشاركة العربية، كيف تقيم المشاركة العربية في هذه البطولة؟ بقي المنتخب الأردني والمنتخب القطري في دور الثمانية، غادرت المنتخبات العربية، كيف تقيم هذه المشاركة العربية بالشكل العام؟ طبعا أكيد كابتن، يعني بالنسبة للمشاركة العربية كانت مشاركة جيدة قياسا على البطولة وقياسا على فترة التحضير وقياسا على ما يملكونه من مجموعة لاعبين موهوبين. طبعا دائما كرة القدم التفاصيل الصغيرة هي تنهي المباراة، وهذا نحن ما شاهدناه من خلال مباراة العراق قدام الأردن، وأيضا أمس مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب كوريا الجنوبي، واليوم أيضا المنتخب البحريني أمام منتخب الياباني. إذن اللي بقي حاليا في الساحة هو المنتخب الأردني والمنتخب القطري، نتمنى أنه يقدموا مستوى، والفرصة متاحة أمامهم للوصول إلى النهائي. يعني بمجرد ما يفوز منتخب الأردن على التاجيك أيضا راح يروح إلى النصف النهائي، وأيضا منتخب القطري إذا فاز على أوزبكستان راح يروح إلى النصف النهائي. طبعا هذه فرصة كبيرة بالنسبة للكرة العربية الآسيوية أنه تكون حاضرة مثل ما كانت حاضرة قطر بال 2019 وأحرزت كأس أمم آسيا بعد فوز على اليابان 2-1. نعم كابتن، ضيفي في الاستوديو تحدث، ودائما ممكن الضيف عاطفته للأردن توقع بأنه منتخبنا قادر على أن يحقق البطولة، بوجهة نظرك وعطفا على أداء المنتخب الوطني، وين بتشوف منتخبنا؟ وهل قادر أن يذهب بعيد في هذه البطولة؟ وهل هو قادر أن يحقق لقب البطولة؟ أكيد كابتن، يعني بالنسبة للمنتخب الأردني بعد الأداء الرائع اللي قدمه أمام المنتخب العراقي الطريق مفتوح أمامه. طبعا هذا ما بيصير هذا الطريق إلا ما يكون في إرادة وعزيمة وروح الشباب بالنسبة للاعبين، وهذا ما شاهدنا نحن بالنسبة للمنتخب الأردني أمام المنتخب العراقي. كان في روح، إصرار، عزيمة، قوة، سرعة، استفادة من كل الفرص، والدليل على ذلك انه خلال 3 دقائق استطاع المنتخب الاردني انه يعود المباراه بعد ما كان خسران 2-1، كان باقي 2 أو 3 دقائق وكانت المباراه منتهيه لصالح العراق، ولكن العزيمه والاصرار وروح الشباب والقوه والتركيز الذهني العالي وصل المنتخب الاردني للمباراه واستطاع ان يحقق الفوز. طبعا بهي الروح يستطيع المنتخب الاردني انه يوصل على النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. لا يسمع منك كابتن رضوان، ابقى معي، اعود للكابتن اشرف، كانك في مداخله تعقيب على الحديث. لا لا، احنا يعني دائما بنحكي انه بدناش نشارك من اجل المشاركه دائما. نعم. يعني لا، خلينا نطمح ونحلم انه نعمل شيء في كاس اسيا، خصوصا السنه هاي. السنه هاي عندنا لاعبين على مستوى عالي، عندنا لاعبين مميزين، عندنا لاعبين محترفين باوروبا، المنتخب ظهر بصوره جيده جدا، فنطمح صار لكل الشعب الاردني وكل الجمهور الرياضي يطمح انه يعملوا شيء لبلدهم، يعملوا شيء لانفسهم، يعملوا شيء في اسيا. يعني هاي هي فرصتنا السنه هاي انه نقدر نحقق شيء للمنتخب للبلد ولكرتنا الأردنية. احنا والله لو تيجي تشوف الطريق أمامنا إن شاء الله ما تكون صعبة، يعني مباراتنا مع طاجكستان إن شاء الله بنقدر نتخطاهم. احنا على الورق احنا أفضل منهم، احنا لاعبين كابتن معهم 5 مباريات. نعم. ثلاث مباريات منهم فزنا وتعادلنا مباراة وخسرنا مباراة. نعم. فحتى اللي خسرناها كانت مباراة ودية يعني. فأنت لو تيجي تشوف على الورق إحنا فرصتنا أفضل من فرصتهم للوصول نصف النهائي، ولما تيجي تشوف فرصتنا في نصف النهائي راح نلاقي اللي فايز من أستراليا أو كوريا. وأستراليا إحنا شايفينها كلها ليست أستراليا اللي كانت قبل سنوات. أستراليا منتخب صحيح قوي، لكن ليس المنتخب القوي اللي تعودنا عليه، وحتى هم في عزهم كنا نفوز عليهم، فما بالك أنت في الفترة هاي. إحنا الآن إحنا في عزنا، إحنا الآن فريق قوي. ممكن كوريا يتأهلوا على حساب أستراليا في نصف النهائي، ونلاقيهم إن شاء الله بحال إنه فزنا على طاجكستان، فراح تكون مباراة ندية، خصوصا إنه لعبنا مع كوريا وظلينا متقدمين عليهم لآخر دقائق في الوقت الضائع، جابوا فينا هدف التعادل وهم. نعم. اللي كانوا يسعوا وراء هدف التعادل. فإحنا فرصتنا كبيرة وفرصتنا قوية السنة، خلينا نحلم بإذن الله يتحقق الحلم يا رب إن شاء الله.
كابتن رضوان، أعود إليك من جديد إلى العاصمة القطرية الدوحة، ونستغل وجودك معنا في هذه الحلقة ونوجه العديد من الأسئلة للكرة العربية وعلى صعيد بلاد الشام. هل تلاحظ بأن الكرة العربية في تراجع؟ هل بعد ما قدم منتخبنا الوطني ووجود مواهب الآن على الساحة، المنتخب الأردني يمتلك الآن مواهب هي الأميز على صعيد القارة وعلى الصعيد العربي وخصوصا لبلاد الشام، وقادر أن يذهب بعيدا؟ وبرأيك ما هو السبب في تراجع المنتخبات على ضوء المشاركات اللي عم بنشاهدها وخصوصا في هذه المشاركة؟ نتحدث هنا عن المنافسة وليس عن المشاركة لأجل المشاركة، لأن الجماهير ملت بالشكل العام من هذه الجملة، كان على صعيد المنتخب الأردني أو حتى المنتخبات العربية الشقيقة، ونخص بالذكر هنا منتخبات بلاد الشام. أكيد كابتن ليس، بالنسبة للمنتخبات بلاد الشام يعني نحن شاهدناها اليوم بنهائي كأس أمم آسيا بقطر 2023، شاهدنا المنتخب الفلسطيني، المنتخب الفلسطيني رغم المعاناة ورغم الظروف الصعبة يلي عم تمر على أهلنا بغزة وفلسطين، استطاع المنتخب الفلسطيني أن يقدم أداء جميل وأداء لافت أمام المنتخب القطري، وكان ممكن يحرج المنتخب القطري بعد ما تقدم بهدف. ايضا المنتخب السوري شاهدناه بالدور الاول تعادل مع اوزبكستان، وايضا خسر بصعوبه امام الكنغر الاسترالي بهدف نتيجه خطا كان مدافع، وايضا حقق فوز على المنتخب الهندي وتاهل لاول مره في تاريخه الى الدور 16. ايضا المنتخب اللبناني في بعض المشاكل وفي ايضا بعض الهموم خرج من الدور الاول، ايضا يتحمل مسؤوليه الاتحاد الكره اللبناني. المنتخب العراقي بدأ بداية رائعة جدا، حقق فوز على منتخب الياباني المرشح الأول لكأس آسيا وفاز عليه 2-0 وقدم أداء رائع في المباراة، وبعدين شفنا كان في نوع من الغرور ونوع من التعالي بعد ما حققوا 9 نقاط، كان يجب أن يكون الاحتفال شوي قليل وأيضا يركزوا من أجل أن يصلوا إلى المباراة النهائية، ولكن اصطدموا مع المنتخب الأردني منتخب النشامة اللي استطاع أن يقود المباراة إلى انتصار كبير وسيسجل للكرة الأردنية في التاريخ الآسيوي. كابتن رضوان، إذا بنتحدث اليوم عن منتخبنا، هل النتائج التي حققها منتخبنا الوطني الأردني في هذه المشاركة تعتبر مفاجأة وغير متوقعة اليوم للمدربين والمتابعين على الصعيد العربي؟ أكيد كابتن ليس، يعني بالنسبة لمشاركة منتخب الأردن صحيح الضغط، ما كان في ضغط أو ما كان في توقعات للجماهير أو الإعلاميين أنه منتخب الأردن راح يوصل للدور 16 أو دور ربع النهائي. طبعا هذا شيء بيخفف الضغط عن اللاعبين وأيضا بيقدموا أداء رائع وأداء لافت، وهذا ما شاهدناه نحن بالنسبة للمنتخب لمباراة المنتخب العراقي الأخيرة. طبعا المنتخب الأردني المفروض يعني ينسى كل شيء حققه، ينسى نتيجة العراق، نتيجة كوريا، كل المباريات اللي لعبها ويبدأ من جديد. أيضا مباراة التاجيك لها حسابات ولها مباراة خاصة، مباراة لا تقبل قسمة على 2، ودائما هالمباريات تكسب ولا تلعب، يعني أنت إذا ردت تأهل إلى نصف النهائي يجب أن تفوز في المباراة، ولا يهم الأداء بقدر ما بتكون بتهم النتيجة، فالنتيجة هي اللي بتوصل المنتخب الأردني إلى نصف النهائي، وإن شاء الله بيحققوا الفوز، وأنا واثق أنه راح يحققوا الفوز لأنه لديهم مجموعة رائعة، مجموعة شابة، مجموعة تمتاز بالروح التعاون وبالإصرار على تحقيق الفوز، وهذا نحن ما شاهدناه بالمباراة الأخيرة أمام منتخب العراق. نعم كابتن، السؤال الثاني، لماذا اليوم بتكون مفاجأة المنتخب في كل مشاركة لمنتخبنا الوطني في نهائيات كأس آسيا؟ يعتقد البعض بأن المنتخب ذاهب للمشاركة فقط من أجل المشاركة، ولو أن المتابع وبشكل دقيق للكرة الأردنية وللمنتخب الأردني بتفاصيل معينة يوجد مجموعة من اللاعبين قادرة على أن تذهب بعيدا في النهائيات، لماذا الفوز للمنتخب الأردني يعتبر مفاجأة في المشاركات هذه؟ نعم أكيد كابتن لاس، يعني اليوم المنتخب الأردني هو حصان أسود، يعني نحن كنا مرشحين مثلا فيتنام أو تايلاند أو الفرق الأسيوية أنه يكونوا حصان أسود، ولكن أثبت
بالدليل القاطع أن المنتخب الأردني هو حصان الأسود لبطولة كأس أمم آسيا 2023، نتيجة اللي ما حققه من أداء لافت، وأيضا نتيجة يعني مو بس أداء، أداء رائع في تعامل، كان في انسجام، كان في تناغم بين اللاعبين، وهذا ما صنعه أيضا حسين عموتة. لازم ما نقلل من شأنه حسين عموتة، في جهد جبار، جهد كبير قدمه في المباراة الأخيرة يشكر عليه. طبعا اليوم أنت أمام مباراة كبيرة أيضا في الدور ربع النهائي، وإذا حققت الفوز أمام الطاجيك راح تصل إلى نصف النهائي، وهذا إنجاز كبير أتمنى أنه يحققوه مثل ما حققوه بال 2004 مع محمود الجوهري. نعم، ابقى معي كابتن عودي ضيف الاستوديو كابتن أشرف شتات. كابتن، هل هذا كان حافز لمنتخبنا في هذه المشاركة؟ كيف كابتن؟ إذا بتتحدث اليوم عن التوقعات لكل من يتابع كرة القدم على الصعيد القاري، التوقعات دائما ممكن يذكر أغلب المنتخبات المشاركة، لا يذكر منتخبنا في تحقيق النتائج الإيجابية، نذهب على الهامش يعني من خلال يعني هل هذا يشكل حافز لدى اللاعبين؟ أكيد طبعا هو حافز لدى اللاعبين، وأنا قلت لك يعني هو من المتغيرات اللي حصلت المنتخب اللي هي من الناحية النفسية والذهنية، اللي هي عملية إثبات الذات لهم، أنهم يثبتوا للعالم، يثبتوا للجميع، ويغطوا الفترة السلبية والنتائج السلبية اللي مروا فيها. الآن أنت يعني لما تحكي أنه ليش منتخبنا مش مرشح دائما، او انه مش مرشح في هاي البطوله، طبعا هو يعني ما في زي ما بيقولوها نار دخان بدون نار او نار بدون دخان. الان لو شفنا احنا قبل البطوله نتائج منتخبنا جميعها كانت نتائجها في المباريات الوديه او التصفيات كانت نتائج سلبيه وغير ملبيه للطموح، فما كان اشد المتفائلين من الجمهور الرياضي انه يتوقع انه منتخبنا يظهر بالصوره هاي. فكنا نحكي احنا ممكن نتاهل وممكن ما نتاهل، شو اذا تاهلنا ممكن نتاهل بالحظ وممكن في الدور الثاني مباشره نطلع، لكن الان منتخبنا فاجانا في طريقه الاداء، في الرجوله، في الثقه، في العزيمه، في الاصرار، في الروح، فاجانا في اللعب الرجولي، حتى فاجانا في الروح الموجوده عندهم، في طريقه في اللعب الجماعي الموجود عندهم. نعم. وفي الثلاث الاماميين. نعم. فكانت هاي هي نقطه التحول عند منتخبنا. نعم.